Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans la page 13 et dans la journée ma صفحة 13 من كتاب parcours français مستر الأولى إعدادي CA SSI. Donc je remplis la grille suivante en utilisant des phrases complètes. نكملوا الحكاية ديال مقيدش دراسة الحكاية غنديروا دراسة للحكاية غنعمر الشبكة التالية نستعمل جمل كاملة. Je remplis la grille suivante en utilisant des phrases complètes. La marche va consommer le jumel Camila. On a la structure du conte, le hekel de l'hikaya. On a hikayat mqidish. On a la hikayat mqidish, conte mqidish. On a la structure du conte, la formule du début du conte. Je vous la formule du début du conte. Et bara. يعني اللي كان بدأوا بها الحكاية كان يا مكان مثلا في قديم الزمان était une fois écrire comme ceci était une fois كان يا مكان le personnage principal كسميه الشخصية الرئيسية أو البطل الشخصية الرئيسية أو البطل اللي هو مقيدش le personnage principal est مقيدش l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage يعني الحدث الغير المنتظر اللي غادي يسبب انطلاقة ديال الشخصيات قلنا هذاك الحدث الغير المنتظر غير المتوقع هو لا مور دي بير موت الاب اي بلوس لو بوزوان دارجون اي دو لا نوريتور الحاجه النقود والغذاء هذا هو ليفينمون ان اتوندي كي فا كوزي لو ديبار دي بيرسوناج الانديكاتور دو تان كي انونس لو ديبار يعني المؤشر الزمن اللي كيبين انطلاقة المغامرة L'indicateur ou un matin. L'indicateur de temps qui annonce le départ, c'est un matin. Et un matin, مشاو داروا واحد الخرجة للغابة باش يقلبوا على ما يصيدوا. Ainsi de suite. Donc, l'ennemi du personnage principal, هنا العدو الشخصية الرئيسية اللي هو لوغ, الغول. الغول هو عدو الشخصية الرئيسية. L'ennemi du personnage principal est لوغ. Deux actions du personnage principal. Juge la faire dans le battle. Mqaydish. Personnage principal. Il a échangé des ktaifa. Bien échangé les ktaifa. Yani bdl artia. Réveiller ses frérots. Fiyak. Khoto. Kedalik. Kdrot zido. D'autres actions. Ndala kalmen. Le compte d'yel Mqaydish. L'ami du personnage principal, صديق الشخصية الرئيسية قلنا هو le cheval. L'ami du personnage principal هو le cheval. Et le cheval. Donc, indicateur de temps qui annonce la fin du conte. مؤشر الزمن اللي تبين أن الحكاية سالت. هو quelques heures plus tard. اللي واخا ما واضحش مزيان. يعني ساعات بعد ذلك quelques heures plus tard هذا هو l'indicateur du temps qui annonce la fin du conte la morale ou la sagesse exprimée par le conte لماذا استفدت من الحكاية إذن la morale ou la sagesse المغزى من الحكاية أو الحكمة المعبر عنها في الحكاية exprimée par le conte c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les petits enfants. يعني ما خصكش تحقر الدراري الصغار وحتى واحد. يعني كيقول واحد مثلا الدرجة العود اللي تحقر إيميك. العود اللي تحقر إيميك. دونك هذه هي لا ستركتور دو كونت مقيدش. ندوزو لا كيسيون 5. جو غوليف لي زيليمون دو بورتخي دو مقيدش. نستخرج عناصر ديال الوصف مقيدش. كاين portrait physique ou moral يعني physique نهضروا مثلا طويل قصير ضعيف هذا سي ان portrait physique moral شي حاجه اخلاقيه مثلا ذكي مطور شي حاجه اخرى تقدر تزيدها يعني كتدخل ضمن الاخلاق دونك هنا مينيسكول شتيف سي ان portrait physique مينيسكيل يعني صغير ضعيف شتيف يعني ضعيف في الصحة ديالو
زيدو بالنسبة للبورتري مورال انتيليجونت كي غيزي مطور، هذا بورتري مورال وهذا فيزيك. Je relève les phrases qui montrent comme Qidish est le personnage principal de ce conte. جمل اللي كتبين انا مقيدش بطل القصة. اذا سبعة الاخوت مثلا ده غير في مقيدش، انا يعني كان هضروا غير على مقيدش فقط، كاين سبعة الاخوت ولكن مقيدش سي لو بيرسوناج برينسيبال كي تي كوراجو، دونك كوراجو كان شجاع، كي تي انتيليجون اوسي كان ذكي كذلك، شجاع وذكي. جولي لو كونت دون مانيير اكسبريسيف، نقرا لو كونت دون مانيير اكسبريسيف، غادي الوقت من الافضل تقراوها معكم في الدار، يعني دون مانيير اكسبريسيف بطريقه مدبره. دوزو لا كيسيون 8، جو ريكونستيتي لا ستركتور دو سو كونت ا بارتير دي زيليمون ريليفي. Je reconstitue la structure de ce compte à partir des éléments relevés. يعني نعاود إنشاء الهيكل ديال النص انطلاقا من العناصر المستخرجة. يعني عندنا إلى تين فوا في البداية، أمتى، من بعد أمتى، يعني هنا فاش كيوقع المشكل، كيلكو زور بلو تار فاش كنلقاو الحل. Donc, il était une fois un matin, quelques heures plus tard. Je retiens, t'as d'accord? Donc, la structure générale d'un conte, le règle am de l'hikaya, analyse étape du début, le bidaya, l'action, hdat, n'est-ce le haraka, tout ma fin, nihaya. La structure du conte, qu'en le début, formule du début du conte, il était une fois, qui avait été. هنا لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصيه الرئيسيه والبطل، ايفينمون ان اتوندي كي فا كوزي لو ديبار دي بيرسوناج، حدث خايب غادي يحرك المعمعه ديال لي بيرسوناج، دونك ايفينمون ان اتوندي كي فا كوزي لو ديبار دي بيرسوناج. عندنا في لاكسيون انديكاتور دو تون كي انونس لو ديبار، ان مثلا لينمي دي بيرسوناج برينسيبال، العدو ديال الشخصية الرئيسية وديال البطل، اكسيون دي بيرسوناج برينسيبال يعني الاحداث اللي دار لو بيرسوناج برينسيبال، الافعال اللي دار، لامي دي بيرسوناج برينسيبال يعني الصديق ديال البطل، صديق البطل، ولا شفنا في مقيدش الصديق هو العود، عود لو شوفال. في لافان هنا لانديكاتور دو طون كي انونس لافان دو كونت ان مومون بلو تار، وهنا كذلك لا مورال او لا ساجيس اكسبريمي بار لو كونت، الحكمة من الحكاية اللي عندنا في مقيدش، ما عمرك تحقر الدراري الصغار او اي واحد. دونك فوالا سي لافان دو لا سيونس، ميرسي بور فوتخ اتونسيون.